بعد الفاصل. عبد المجيد تبون القى خطاب ب 32 دقيقة في جمعية الأمم المتحدة البارح، خطاب يا ريت ما القاه، يا ريت ما تكلم، يا ريت ما تكلم. فضحنا قدام العالم بأسره، فضحنا قدام العالم بأسره. من المفروض هو ديجا يتعاقب مع المستشارين ديالو، لانه الشيء اللي داروا البارح في لونيو كان داروا في الجزائر، قال معناه تهدرف، وكنا لاحظنا وعلقنا وضحكنا على حكايه مليار متر مكعب ليحليوه يوميا يوميا. والخطاب اللي لقاه تبون مكتوب، يعني راه تكتب وتقرا وشافوه على بالهم. جاي تكذب انت على الناس، اعرف اكذب على الاقل. اسمعوا شي يحكي سي خونا، اسمعوا ومن بعد نعرف. ولقد تبنت الجزائر خطة التنمية المستدامة وأدرجتها كأولوية وطنية ضمن كل الاستراتيجيات والبرامج المخططة الحكومية، حيث مكن ذلك من قطع أشواط مهمة جدا وتحقيق نتائج معتبرة في مسار أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في قطاعات التربية، الصحة، البناء، الكهرباء والمياه. وعلى ذكر المياه، فإن بلادي انطلقت ببرنامج تحلية مياه البحر، وسنصل مع نهاية سنة 2024 إلى إنتاج 1,300,000,000 متر مكعب يوميا إن شاء الله. هنا باش ما تقولوش رانا ظلمناه، باش ما تقولوش رانا ظلمناه، سمعتوا بودنيكم وشفتوا بعينيكم صوت وصورة. هذا بني آدم، هذا رئيس، هذا تعرف واش معناها مليار و300,000,000 متر مكعب يوميا؟ وهدرناها شحال من مرة وقلناها شحال من مرة، قلناها شحال من مرة، هذه حكاية مليار و300,000,000 يوميا. قلنا له يا ولدي ما تعاودهاش، ما تعاودهاش، لأنه هذا يعني باللي راك راح نشف البحر الأبيض المتوسط، راك راح نشف البحر الأبيض المتوسط. ما يلزمش تعاود هذه الهضرة، ما يلزمش تعاود هذه الهضرة، يعني هذا ما يحشمش ولا واش. تعرف أن إذا تنتج هذه الكمية تاع من تحلية المياه، يعني ما عندنا شو نعومو، راح نشوف البحر الأبيض المتوسط. السعودية اللي راهي هي متصدرة الدول في مجال تحلية المياه، مياه البحر، غادي مليار و300,000,000 لو 400,000,000 في العام، في السنة، مش في اليوم، في السنة، ماشي في اليوم. فهي جيد تترفع علينا ولا ما نعرف واش، تستغبى فينا وشحال. صح، اكذب على الشعب الجزائري، اوكي داكور، اكذب على الشعب الجزائري، ولكن تكذب انتايا على رؤساء دول وعلى شعوب وناس راهي تفرج وناس راهي تشوف. سمعت جاي انت تكذب عليهم؟
يعني تعديا انا حرت، انا حرت من المفروض، من المفروض لما تكتب هذه السخافة التفاهي في على روحك، عندك مستشارين وعندك تكلمنا عليها، والمستشارين ديالك هذوما يضلوا يعسوا فينا كي نتكلموا غير كي نفضحوا فيك ونضحكوا عليك، بدا حنا نفضحوا فيك ونضحكوا عليك باش نصحوا لك، مالناش تقدوا هذاك انا نصحوا لك، على الاقل خذوا بالكلام اللي نقولوه كي نصحوا لك. نقول لك راهي مليار 300 مليون متر مكعب في اليوم راهي من المستحيلات السبع، مستحيل انك ديرها هذه. واعطينا ارقام وقلنا شحال يلزم لك من المصفات وشحال يلزم لك من وحدات، ما حبيتوش تفهموا. شفتوا هذا يدل على انه تبون مستواه تحت رونجرز، المستشارين اللي معاه كيف كيف، قطعت الصورة ولكن عاودت رجعت. والانترنت عاود رجع، نحيو الويفي نعاود نقطعو باش نبقاو بالفيلر ديريكت. فوالا، قلنا الكلام يقول فيه هنايا يدل على انه هو جاهل ولذا راهي معاه جهلاء، وبالتالي عندنا حكم الجهلاء في البلاد. وشكون خير هذا الجاهل؟ شكون جابو؟ جابو رقاد صالح والجاهل جاهل، جاهل نيفو تحت رونجيرس. هاوليك المستوى تاع الحكام تاع الجزائر، يجيو يضحكوا علينا الشعوب، يضحكوا علينا الدول. فلونيو راك تتكلم فلونيو يا بغالون، يا بغالون راك تتكلم فلونيو. هذيك لا تريبيون هذيك طلع لها سيد سيدك، اللي ما يقدرش يكون سيدك ما يكونش سيد على البغالي كيما هذا تبون هذايا. هدروا منها الرجاله من هيك، كي انت توسخها تنجسها، نجس هذا هذيك لا تريبيون هذا نجسها كيما نجس الجزائر. شكون الجزائري اللي يقبل انه الجزائر تكون مضحكه امام العالم باسره؟ اليوم العالم كامل راه يضحك على مليار 300 مليون وجاي ما نديروهاش حتى في العشر سنين ما نديروهاش، سيك ما نديروهاش الحكايه. ماذا شيء ما يحصلش، كل مشاريع تبون فاشلة، كل مشاريع تبون عمرها ما تنجز، عمرها ما تنجز. وعلى جاي يخي ما في الجزائر تخرط علينا، اخرط في الجزائر ما تجيش تخرط على رؤساء دول واقتصاديين وناس ناس خبراء تجي تفلسف عليهم تكذب عليهم تحشمش. لما شي واحد يستير واحد يحكمو ما يضربوش بالكف باش واحد ما يوسخش يدو عليه، لانه اللي ضرب تبو بالكف وسخ يدو عليه. هذا هو هذه اللغه اللي لازم يفهمها. واحد يحكمو كما نقولو في الجزائر بسبرتيخه، سبرتيخه تعرف سبرتيخه هذه اللي ماهوش في العاصمه ما يعرفوهاش، سبرتيخه هي هذيك الصباط تاع الحلفه، سبردينا تاع الحلفه هذه. واحد يحكمو يضرب على الخدود هذوك، خود على الخدود هذوك مسخر. تيقلوا دي مليار و 300 مليون
في يوميا تحشمش. انا عندي نقطه اخرى نجيو قضيه الاتصال هذا يعني مو داخل نتكلم عليها بعد الفاصل.